رجعنا لكم، اهلا وسهلا بكم الناس كل التحقتوا بينا في المتابعه الان. هذه نهاركم فل ويكاند، مكملين معاكم. كان ما بديتوش من الاول الحلقه كامله تلقاوها موجوده على شان يوتيوب قناه الحوار التونسي ولا على باج فيسبوك. نهاركم فل ويكاند. جينا لفقره فاميليا. في فقره فاميليا اليوم باش نحكيو على موضوع ربما عايشينه ولكن مانيش فاهمينه بالضبط. برشا ناس يحسوا رواحهم ديما مقصرين تجاه شخص عزيز عليهم، وخاصة تجاه لي باغون نتاعهم، تجاه والديهم. يقول لك انا على قد ما نعمل ما نوفي لهمش حقهم. يحسوا يوصلوا حتى يحسوا بالذنب، شعور بالذنب، بتأنيب الضمير. مهما يعمل يقول لك لي ما يكفيش هذايا، والاحساس هذايا النجم يخلف له عدم توازن النفسي، نجم يعمل له شويه مشاكل. باش نحاولوا نفهموا احنا هذايا الكل باكثر تفاصيل، حاضره معنا الاخصائيه النفسيه خوله البلدي. صباح الخير خوله، مرحبا بك. صباح الخير مدام عفيف، ميرسي بور لانفيتاسيون. يعيشك. اي سورتو ميرسي بور لو شوا دو سوجي. ريت كي قلت انا نجموا نحسوا به مي ما نعرفوش اللي هو فريمون اشكاليه معناها. اكزاكتومون. ينجم يكون عايش معنا ولكن مانيش مش حاطين الكلمات. اكزاكتومون. نحن عايشين بيها. علاش؟ على خاطر إن في بارتي من الكولتور نتاعنا، من ثقافتنا. من ثقافتنا. نحن كي حكيت على شخص عزيز نبداو نحكيو اون بروميي طون على لي بارون. وي. اللي نحن ديما عندنا فكرة اللي مهما تعمل مع والديك ماكش باش تكفيهم، مهما تعمل معاهم راك ديما مقصر. هذه سي اون فيغيتي جينيرال اللي ديما نسمعوها في الكولتور نتاعنا، واللي هي اللي تخبى وراها برشا شعور بالتقصير وبرشا شعور بالذنب. بالذنب. شعور بالتقصير يبدا معانا من اللي نحن مازلنا صغار برشا. أيوة. كيفاش نكتسبوه هذايا؟ اكزاكتومون. انت قلت الكلمه الصحيحه، نكتسبوه. نكتسبوه كيفاش؟ على خاطر يا اما عشناه يا اما شفناه قدامنا. يعني. دونك اول حاجه نبداو من الموديل بارونتال نتاعنا، الام والبو. كي نبداو نحن من عمر 3 أو 4 سنين وحتى اقل، ديما نحن لازمنا نعجبوا الوالدين. دونك تلقاهم الاج دو 4 اون يحب صغير يبدا يتعلم يقرا ويكتب، ويلزمو يشبه للجار ويشبه للكوزان ويشبه للعبيد اللي هما يراوهم ان موديل دون لا سوسيتي. دونك نبداو وقتها فكره شبيك هكا، شبيك ما تعلمتش لتوا، شبيه اخوك هكا، شبيه طون كوزان هكا. دونك شنو هو يولي؟ يولد عند الشخص لو سونتيمون دامبويسونس. دونك يولي يحب يرضي الام، يحب يرضي البو، يولي هو يعمل فيه الكل باش يرضيهم. لين هو في حد ذاته ما عادش يعرف شنو يحب شنو ما يحبش. ايوا هذه يخرج لنا برشا في لاج سكولير، في العمر نتاع الدراسه. أي. وقت اللي نحنا توا نراو اللي الاولياء من عمر 4 و5 و6 سنين نبداو نشوفوا جاي الاول جاي الثاني، نجح في قرايته واش بيه توا ما تعلمش، نعملوا كاريمون اون درام البيريود نتاع لي زيكزامان، راهو لي بارون كاريمون يوصلوا ياخذوا دي كونجي، يقعدوا في الدار، ما عادش يعملوا حتى شيء. لي بارون هما اللي يعديوا في لي زيكزامان مش صغار. اكزاكتومون. راهو حتى قدام لي زيكول معناتها نحن كي نعملوا اون سامبل اوبسيرفاسيون نجموا نعرفوا لي ريزون. قدام لي زيكول يبداو معبين ويستنيوا في لي ريزولتا ويستنيوا في لي بولتان اكسيتيرا. دونك يولي صغير في العمر هذاك ديما يراه في روحه يلزمو يقرا باش يراضي والديه، يلزمو يسو كومبورت بالكدا في ليكول باش يراضي والديه، باش يعجب والديه. يمكن يرضي عندها شويه نوسيون ريليجيوز هكايا، رضايه الوالدين، ولكن باش يعجب والدي هو يعجب. يعني مش لي هو مش فاهم انه حاجه لي هو القرايه والا اي انجاز يعملوا لي هو. اكزاكتومون. على خاطر نحن ليماج اللي نعطيوها في عمر صغير برشا تاع حاجه اكبر من اللي هو يستحق لها. هو في عمر 5 و6 و7 سنين ما يعرفش قيمه القرايه. دونك يولي يعمل فيها هذيك الكل بور لي بارون. دونك الحاجه هذيك يولي عنده، ويولي كي ما يجيبش الحاجه اللي تعجب لي بارون باش يتولد عنده الاحساس بالذنب. فوالا. اللي هو الاحساس بالذنب يركب فوق الاحساس بالنقص. داكور. واللي هما هذوما الزوج يجيو من افكار اللي هي الافكار اللي انا لازمني ديما نعمل اكثر، واللي قد ما نعمل مانيش موفي. وي. دونك يولي الانسان من هنا يتكونش معناتها انسان بيرفكسيونيست مثلا. مش معناتها انسان يحب كل شيء يتخدم على بيرفكسيون. على خاطر هو تعود كل ما يعمل حاجه فمش يكون نقول له يعطيك الصحه، فمش يقول له برافو. لا فالوريزاسيون نتاع لي زيفور هي اللي تخلينا من بعد يكبروا باحساس بالذنب. دونك احساس بالذنب هي اتيتيود تجي من لي موديل اللي نعيشوا معاهم، اللي هما جينيرالمون لو موديل نتاع لي بارون، مي ينجموا يكونوا حتى لا غروند فامي. أي. حتى الاستاذ، حتى المعلم، اي حد عنده لا بوزيسيون كبير. اكزاكتومون. وقتاش يكون الاحساس بالتقصير مبالغ فيه؟ الاحساس بالتقصير يولي مبالغ فيه. أي. وقت اللي وصلنا لحالات مرضيه.
توصل حالات مرضيه. اكزاكتومون، خاطر نحنا كي نجيو نشوفوا لي تابلو نتاع لي ديبرسيون نتاع لي زونكسيتي نتاع الاضطرابات الشخصيه، الكل نلقاو فيهم الاحساس بالذنب والكل نلقاو فيهم الاحساس بالتقصير. حاجه اخرى زاده توا اللي نحكيوا عليها برشا اللي هي البيرن اوت. البيرن اوت من ضمن الاسباب نتاعو الانسان يبدا يخدم 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 من غير ما يقول ساي ستوب راني تعبت. دونك ينجم يوصل به الحاله انه تولي حاله مرضيه. دونك في الحاله هذيك نعرفوا اللي راهو احساس بالتقصير احساس بالذنب ما عادش هو اكل الدافع الايجابي باش نحنا نقدموا في حياتنا ولا نحنا نخدموا مخير، لا هو باش يولي يرجع علينا سلبا. انا باش نقلب لك الايه شوي باش نخرج على الاسئله. أي؟ نقلب لك الايه. احيانا زيد لي بارون تلقى ولا واحد من لي بارون يحس هو بالتقصير، يحس هو بشعور بالذنب، يحب يرضي العائله الكل، يحب يرضي الزوج، يحب على ذكرت النقطه هذيك حكيت انت على البيرن اوت، معناها يخدم ولهي بالدار ولهي بالصغار ويعملهم الكل هذوما وباقي يحس روحه مقصر. اكزاكتومون، هذه حاجه موجوده برشا، وعلى ذيك توا نحكيو على كاريمون لو بيرن اوت فاميليا اللي هما نلقاوه برشا عند النساء، واللي نحنا كي نجيو نشوفوا المراه شنو المطلوب منها دون لا سوسيتي، اللي مطلوب منها اكثر من طاقتها. دونك هي تولي تعمل في لو ماكسيموم بوسيبل باش توصل ترضي لا سوسيتي اللي هي الفي بارتي من عائلتها من صغارها من خدمتها من مشاغلها الكل، او ميم طون من غير ما تخمم في روحها. هذيك شنو يولي؟ شنو يولد؟ يولد اون اتيتيود اغريسيف، تولي بارفوا الام تولي عنيفه لفظيا ولا حتى معناتها ماديا مع اولادها ولا مع رجلها. اللي هذاك نلقاه ومن بعد يخلف مشاكل عائليه، مشاكل زوجيه، يخلف زيدك الكلام اللي نسمعوه انا قاعد جرتك انت. اي في لي كونفلي في فاميليو، انا راني جو سوي لا في جرتك انت، انا تعب في جرتك انت. دونك هذاك يكمل يغذيك الاحساس بالذنب. ويخلي الانسان عايش بنسميه لا كولبابيليتي بريمير، الاحساس بالذنب الاولي انه وجودك في حد ذاته في الحياه غلطه. دونك يولي الانسان يعمل في لو ماكسيموم بوسيبل باش يحس روحه يستاهل الحياه اللي هو عايش فيها. دونك هذا علاش قلنا اللي هو نجم يوصلنا الاضطرابات في الشخصيه، ينجم يوصلنا الامراض النفسيه، وينجم يوصلنا زاده للتلاعب. يعني على خاطر الانسان اللي ولا سنسيبل الفكرة الاحساس بالذنب والتحسيس بالذنب سهل انك تتحكم فيه. داكور، على خاطر مانيبيولابل يولي. اكزاكتومون، يولي اون بيرسون مانيبيولابل. دونك يولي من بعد اي عبد باش يقول له راك ما عملتش اللي لازمك تعمله ولا راك مقصر معايا، يل فافيغ دو سون ميو باش يرضيه. يولي حتى في انتوراج وفي خدمه مع اصحابه ومع البارتنير. بالضبط. هوني دونك لازمنا نحكيو شويه مع لي بارون، نقولوا لهم وانه احيانا كلمة أنت تقولها ديما وتعودها وتظهر لك هي ما عندهاش وزن ولكن عندها تأثير نفسي كبير برشا، مثلا كثرة الشكوى، كثرة وأنك تبدا متقلق وأنك تعب وأنك تجي لصغارك تقول لهم نعش، معناها تنجم تقول لهم حاجات اللي تقعد لهم في الوعي نتاعهم. اكزاكتومون، أول حاجة ننصحوا بها لي بارون نعملوا لا ديفيرونس، نفصلوا ما بين الحياة الزوجية والحياة مع الأطفال. لو فات اللي فما ان كوبل مش متفاهم، عنده دي كونفلي، عنده مشاكل، اللي راه روحه ما ينجمش يقدم، راهم الاطفال ما عندهم حتى دخل. عندهمش دم. دونك سولوي كي فو سو سيباري، إل سو سيبار. من غير ما نحن نركبوا الذنب نتاع العيشه اون كوبل هذيك للصغيرات، على خاطر راهم باش يبقاو يعيشوا بها، راهم هما نهار اخر كي باش يختاروا ان بارتنير باش يعيشوا معاه، راهم باش يتفكروا انتم اش كنتوا تعيشوا، راهو هذاك هو اللي باش يعاودوا، وهذاك يجيونا برشا اون كونسلتاسيون يقول لي انا شفت لي كونفلي نتاع والديا، اما شبيني ما هربتش منهم، على خاطر عندنا هكايا واحد يخمم. اكزاكتومون، مي نحن اون سو موديل، ما عندناش انا نوتخ موديل. اللي كبروا عليه تربوا عليه. اكزاكتومون، اللي كبروا عليه واللي تربوا عليه واللي باش يقعدوا عايشين بيه، دونك نحن فكره اللي راهو كي هو الطفل نعمل له حاجه اما لا كي يكبر باش ينساها، لا نحن الريزولتا نتاع التربيه، نحن الريزولتا نتاع لونفيرونمون، نحن الريزولتا نتاع شنو راهو رويحنا في عينين لي بارون تاعنا. باهي، نرجعوا شويه، كيفاش نجموا نتخلصوا من الشعور هذايا توا لو ماليفي للاسف، معناها كيفاش نجموا نتخلصوا من الشعور بالذنب، الشعور بالتقصير؟ باهي، دونك اول حاجه نعملوها واللي نحن نشجعوا عليها برشا كاخصائيين هو العمل على الذات، لو ترافاي سيغ سوا. اول حاجه يلزم الانسان ياخذ اون ديستانس ويخمم.
pour faire une prise de conscience. يلزمو يوعى ديجا اللي هو عنده برشا احساس بالذنب واللي عنده برشا تقصير على خاطر كي يجي من اون كونسلتاسيون جينيرالمون ماهوش واعيين بيه. ماهوش واعيين. احنا يوصل لي فام دي فام فيكتيم دو فيونس تقول لك انا وصلت روحي انا خرننت. هذاك اللي لازمهم يوعيوا به اللي نحنا راهو اوني دي زيتر هومان. لازم تعرف اللي اوني دي زيتر هومان مانيش دي روبو دونك التقصير في بارتي من حياتنا اليوميه. وي. هذه اللي هو حاجه عاديه حاجه عاديه ميساج كي تقصر في حاجه راه معناها ما تعملهاش على بيرفيكسيون ما تكملهاش تعبت اي حاجه ميساج معناها مش مشكل. انت جيت مدام عفيف للنقطه الثانيه اللي هي الاكسبتاسيون دو سوا. وي. نقبل روحي بالنقائص اللي عندي الكل بالحاجات اللي نجم نعملها والحاجات اللي ما نجمش نعملها. وقت اللي نسامح روحي ونقبل روحي كما هي بالنقائص نتاعها وقتها نجم الانسان كي يبدا يحسس فيه بالذنب نبدا واعي اللي هو قاعد يلز لي اللي انا راهو غيالمون نعمل في اللي نجم نعمله الكل. بالضبط. الحاجه الثالثه ديما نحنا نقولوا دون لونتوراج نحاولوا نفرزوا من العبيد اللي هما قاعدين يسلطوا علينا في الاحساس بالذنب واللي هما راهم اونتخوت قاعدين انو مانيبول. داكور دونك لازمنا نكونوا واعيين فما عباد قاعدين انو مانيبول دونك الوقت هذاك نحاولوا نخرجوهم من حياتنا والا نحاولوا اون برون ديستانس. الحاجه الرابعه اللي نحنا وقت اللي نوعاو بالاحساس بالتقصير والاحساس بالذنب وكمان رانا ما نجموش نسيطروا عليه وحدنا نتوجهوا للمختصين. راهو الاحساس بالذنب والاحساس بالتقصير حاجه كبيره برشا في حياه الانسان واللي تنجم تخليه انه بروفيت با دو سا في ما يفرحش بحياته ما يفرحش بالمومون اي حاجه تجي ماذا بيا يمشي الحاجه ما اكثر خاطر هو ديما مقصر ديما ما وصلش اللي تحب عليه. دونك ديما نحنا نشجعوا الانسان يبرون كونسيونس يوعى بالتقصير نتاعو اللي هو ينجم يعمل في إفور واللي ما ينجمش يعمل في إفور. الحاجة الثانية يسامح روحه كإنسان يقبل اللي هو راهو ينجم يعمل حاجات ماهمش باهيين كيما ينجم يعمل حاجات باهيين. سي هومان سي هومان دونك يصلح اللي ينجم يصلح واللي ما ينجمش يقول جو نو سوي با كابابل. والحاجة الثالثة ناخذوا ديستانس من العباد اللي هما قاعدين يحسوا فينا بالذنب. وي تخي بيان ميرسي بوكو يعطيك الصحة خولة البلدي على كل النصائح هذيا وأهم نصيحة إذا كان ما نجمتش الأخصائيين النفسيين سون لا بوغ سا هاكم سمعتوا خولة تبارك الله قداش فادتنا في شرح هذا الموضوع وتقديم النصائح المهمة. اقعدوا معنا احنا باش نمشيو ديريكتومون لفقرة محلزين. جينا لفقرة محلزين كما تعودتوا بها الفقرة هذه نحكيو على لي برودوي لوديت نتاع شركة لوديت واليوم تحضر معنا ضيفتنا ريما بن معاقل. صباح الخير ونهارك زين ريما. صباح الفل عفيف لاباس عليك؟ الحمد لله. دونك ريما اليوم باش تحكي لنا على باك مهم برشا ممتاز برشا من عند شركة لوديت اللي هو باك فيتيليت. اي اليوم باش نحكيو على باك فيتيليت اللي هي سو لا مارك لوديت باك على باز ويل دارغون باك نوتريتيف. الباك هذايا فيها 1000 مللتر شامبوان و 1000 مللتر ماسك مع 100 مللتر سيروم ومع 1000 مللتر زيد جيل دوش اللي هو جيل دوش ايدراتون على باز دو ويل دارغون زيد. ايوا دونك عندكم كونتيتي جينيروز اللي تكفي عائله كامله. نحكيو على ايترا شامبوان نحكيو على ايترا ماسك ونحكيو على ايترا جيل دوش ونحكيو على سيروم هذوما الكل في الباك نوتريتيف نتاع لوديت اللي هو باك فيتيليت. الباك هذا ب 71 دينار اكاهو. هذا كل 71 دينار. 71 دينار. اذا دليل ولا لوح من عند لوديت. والباك هذايا شامبوان سون سيليكون سون بارابين وسون كولورون معناتها باك من غير حتى مواد كيميائيه معناتها كي تستعملها في شعرك تستعمل ثاني تدى على شعرك ومغذيه من فوق. باهي ياسر. لوديت موجوده في لي بارا فارماسي موجوده زاده في لي غرون سيرفاس موجوده زاده على باج فيسبوك وعلى انستغرام. سوفي كو تعديو كوموند تبعثوا اس ام تبعثوا ميساج وتوصلكم كوموند. تري بيان ميرسي بوكو يعطيك الصحه ريم بن معقل وبالطبيعه شركه لوديت مخصصه ايكيب كامله دو كونسيي اي كونسيير موجودين يجاوبوكم على اي سؤال سواء على الباج فيسبوك والا على انستغرام لوديت. احنا تقريبا وصلنا لاخر الحلقه باش نمشيو لطاولتنا ونمشيو لفطورنا. نحضر تبارك الله الطاوله تحطت تزينت كيما العاده الماكله البنينه والبريزونتاسيون الشبيبه بدايه الشيف سعيد. عيشك شيف هاي تعملوا ارتي ريكاب. اوكي اليوم عملنا بريباراسيون تاع ميني برجر. عملنا الميني برجر بالجامبون والهريسه تاع بالطبيعه والهريسه تاع سيكام وشويه جامبون وليتو تومات.
بلا برينسيبال نتاعنا عملنا شوربه مفوره بالسنه رويال شوربه مفوره الرويال تاع ب 66 كيف ما نحكي لكمش على البنه وعلى الرويح ايبيدور بتبيع قعدت كل كعبه واحده كعبه واحده على ايبيدور ايبيدور فوالا استعملنا دوبل كونسونتري طوماط دوبل كونسونتري سيكام والهريسه نتاع سيكام كالعاده وجاتنا هكا كالميلونج مزيان بالكروفيت والقديد والمرقاز واللحم كل شيء تاع العلوش شايح به عملنا سلايطه ساعه مزيانه هذيك سلاد كومبوزي بالفوي دو بريك من اللوت هذيك باش العباد تعرف وعملنا الديسير عملنا البانوفي نتاعنا بالبنان خذينا الكيك قصيناها وخدمنا كريمه تارتيني سبيكيلوس عملناها ومن بعد البنان ومن بعد كريم شونتي وزيناها شويه بالفاكهه يعطيك الصحه ميرسي بوكو شيف سيد مع هذا كل طاوله مزينه كيما هذه بريزونطاسيون مزينه كيما هذه يلزمنا كوفير زيده مزيان هذاك علاش اليوم معانا زيفير جولد كوفير وينوكس الماركه هذه التونسيه 100% اينوكس 1810 كل انواع الكوفير موجود فيها فرشت مغارف سكيكت دوغور بي في دي غارانتي 10 سنين ما يبلاحش ما يتفسخش وما يتقرقش سوليد وي فوا بلوس دو سوليديتي فيه دونك صحاح ومزيانين ونجموا نغسلوهم زاده في اللاف فيسيل وبالطبيعه مع الديسير بتاعنا ما ننساش باش نعطيك قهيوه قمقومه خدينا لا سيليكسيون نتاع جولدن كوفي مع الديسير نتاعنا اليوم نودوكم ولا نشهيوكم ما بقالي في الاخر كان باش نشكر برشا برشا وفاء اوت كوتور على اللبسه المزينه نتاع البارح ومتاع اليوم ونعطيكم موعد الويكاند الجاي كيما العادة على قناة الحوار التونسي في نهاركم فل ويكاند كل سبت وحد أبغتيغ من 11 ميرسي بوكو اللي تبعتونا ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لبقية برامجنا على قناة الحوار التونسي باي باي Yeah.